iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalığı ve azgınlığı yasaklar. O düşünüp tutasınız diye öğüt veriyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. Cep telefonlarımızı kapatalım. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. La ilahe illallah. Niyet ettim Allah rızası için cuma namazının iki rekat farzını kılmaya uydum imama. Allahu ekber. Subhaneke Allahumme ve bihamdik ve tebarek esmuk ve teala cedduk ve la ilahe gayruk. Elhamdülillahi rabbil alemin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى.
Allahu Ekber. Allahu Ekber. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، على رسولنا صلوات.